هل الواقي الذكري للرجال حلال أم حرام؟ والله إذا كان سيستعمله في ما أحله الله فحلال، إنما إذا استعمله في حرام، في زينة أو في كذا، طبعا يحرم شرعا. نعم. أو إذا استعمله ليفعل ذلك به جماع الزوجة في العذر الشرعي يبقى حرام. صحيح. مع الزوجة، فأكثر من كده هو الزوجة. أو فيما حرمه الله في الزوجة لا يجوز شرعا. فالهنا الأمر منظور إليه إلى العذر، الأمر الشرعي هو الأساس. الواقي الذكري لماذا؟ لعدم الإنجاب. أنا بس اتكلمت عن حالة الاستعمال نفسه. طيب اللي هو العزل حكمه إيه؟ جائز شرعا بإذن الزوجين، لأنه يحرم الزوجة في هذه الحالة من جزء من حقها في هذا الأمر. فإذا كان بإذن الزوجين فلا مانع شرعا، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني القرآن ينزل، القرآن إنه كانوا يعزلوا معناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب.